السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع عدن الغد، موظفون في جامعة عدن يستلمون رواتبهم لأول مرة منذ سنوات. من موقع المصدر أونلاين، وفاة سجين في مدينة إب بعد رفض إدارة السجن إسعافه إلى المستشفى. من موقع الاشتراك نت يقول إن طالبات في جامعة صنعاء يتهمن ميليشيا الحوثي بتفتيش حقائبهن. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، الشرطة الأمريكية تعثر على 20 مليون دولار تحت فراش في إحدى الشقق. والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية تعلن إرسال رواتب الموظفين الحكوميين في صنعاء عبر شركة الكريمي. وقال الموقع: أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إرسال رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء بمن فيهم المعلمون عبر شركة الكريمي للصرافة. وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن ليمن مونيتور تحويل الأموال عبر الشركة بناء على كشوفات الموظفين لشهر ديسمبر 2014 بمن فيهم المعلمون. وبحسب شيكين للحكومة إلى شركة الكريمي للصرافة، يظهر مبلغ 160 مليون ريال في أحد الشيكات، إلى جانب شيك آخر بمبلغ 1,419,000,000 يمني. إلى موقع المسند، والذي عنون في ذات الموضوع: محافظ صعدة يبشر موظفي المحافظة بصرف مرتباتهم قريبا. وأوضح محافظ محافظة صعدة هادي طرشان الوائلي أن عملية الصرف ستتم عبر مصرف الكريمي دون أي تدخل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. وأشار المحافظ إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال حتى اللحظة تحاول عرقلة عملية صرف مرتبات موظفي المحافظة ومختلف المحافظات التي تسيطر عليها. موقع عدن الغد عنون في صفحته الرئيسية: تدشين صرف التسوية الأكاديمية ومرتبات متعاقدي وأوائل جامعة عدن لأول مرة منذ سنوات. وقال الموقع: بدأت عملية صرف التسويات الأكاديمية لمدرسين بدرجة أستاذ مساعد في جامعة عدن، ومنهم مستحقات الخفض والإضافة، وصرف مرتبات 7 أشهر لمتعاقدي اتفاقيات العمل في جميع كليات جامعة عدن. ويضيف موقع عدن الغد: كما صرفت لأول مرة مرتبات طلاب أوائل جامعة عدن منذ تعيينهم في القرار الصادر عام 2012، والبالغ عددهم 97 طالبا وطالبة. غيرت ثورة 11 فبراير حياة الكثيرين، جعلتهم يخرجون من ماضيهم إلى مستقبلهم. غيرت في أساليب وطرق الحياة بين هؤلاء. فكرية شحرة كتبت عن هذه اللحظة الفارقة في حياتها وعن اليوم المختلف من عمرها، وقالت في جزء من مقالها: 11 فبراير كان حدث مولدي كإنسانة لها هدف ولها حق ولها حلم تسعى لتحقيقه وتخوض في سبيله حروبا مدمرة نفسيا وذهنيا. أنا ابنة البيئة الريفية المتواضعة التي يرى مجتمعها كل شيء فيها عيبا: صورتها، صوتها، اسمها، كلامها وذكرها. أنا ابنة بيئة القهر المضلل بالحرية الزائفة والدين المغلوط والجهل المركب. أنا ابنة الأحلام الحبيسة التي لا تتحقق. لفبراير الفضل أن أصبحت كاتبة وروائية تكتب بهكذا حرية. له الفضل فقد أحدثت ثورته المجيدة ثورة موازية في أعماقي كي أطالب بأبسط حق لي: صفحة على الفيسبوك، وأرسل كتاباتي للصحف والمواقع ودور النشر، وأعرف ماذا يدور في العالم خارج أسوار بيتي وبيئتي. له الفضل أني أكتب ليقرأ آخرون بعد أن امتلأت أدراجي بكتابات لا تعرف النشر أو أن يقرأها أحد. له الفضل في سعي لأن أكون ما أريد لا ما يريده الآخرون لي. ليكون لي صوت ليس بعورة يخجل منه أقرب الناس لي. ليكون لي كلمة بعد صمت الطويل. ثورة فبراير كانت ثورة وعي بالحق وثورة حلم. سواء وصلنا إلى هذا الحق أو ما زال الطريق
طويلا. قال موقع الاشتراك نت إن ميليشيا الحوثي وصالح تنفذ حملة تفتيش واسعة في أوساط الطلاب بكلية الآداب بجامعة صنعاء، وتأتي هذه الحملة على خلفية توزيع مجموعة من الطلاب في كلية الآداب منشورات مناهضة للميليشيا، وتضع جملة من الانتهاكات أو توضح جملة من الانتهاكات ترتكبها الميليشيات في جامعة صنعاء. وتحدث الطالبات للاشتراك نت أن مسلحين برفقة حراسة كلية اقتحموا البوفية الخاصة بالطالبات وفتشوا حقائبهن باحثين عن المنشورات والأشخاص الذين يقومون بتوزيعها. وفي وقت تشغل فيه معارك صغيرة كما تصفها صحيفة تعز المقاومة داخل المدينة، هناك من لا يلتفت إليها ويكمل طريقها في التحرير وفك الحصار عن مدينة وقد عن مدينتهم. وقد تحدثت الصحيفة عن المقاتلين في الجبهات بعيدا عن صراع البيت الواحد، وقالت الصحيفة: في محيط مدينة تعز يقف خلف بتارس العزة أبطال مدافعين عن كرامة أبنائها وحرية الشعب والدولة ودولة كل اليمنيين التي اغتصبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع المنقلبة على مشروع الدولة وكل اليمنيين. ويضيف الموقع: يتعاظم دور هؤلاء الواقفون ويزداد بريقهم لمعانا وجباههم شموخا مع تخلي البعض عن واجبهم وذهاب بعض آخر من أبناء المدينة للاهتمام بصغائر الأمور، بينما يحتكر حراس المدينة البطولة بأسمائهم تاركين أولئك على هامشها وهامش الوطن الكبير. الربيع العربي ودور الشباب في مواجهة جمود النخبة أو النخبة. تحت هذا العنوان كتب نزار بدران مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، نتابع. تتداخل الأحداث وتتراكم في وطننا العربي وتحاصر وتدمر حلب ومدن أخرى، فالموصل وعدن وصنعاء وسرت وغيرها ليست سوى نماذج لما قد يحدث غدا في عواصم ومدن عربية عدة، في حين تتناقض المواقف خصوصا عند المفكرين أو المثقفين العرب، والتي تصل حد العمل كامل عن فهم طبيعة الأحداث أو عن رفض فهم طبيعتها وتصويرها بشكل خيالي يتناسب مع مواقف وأديولوجيات مسبقة تسقطها على الأحداث وليس العكس. كلنا نعلم أن النظام البعثي في سوريا لم يطلق رصاصة على إسرائيل منذ عشرات السنين، ولم يوجه سلاحه إلى صدور شعبه أو الشعب اللبناني أو الفلسطيني ومخيمات الفلسطينيين داخل سوريا حاليا. كلنا نعلم أنه قبل انفجار الثورات العربية نهاية عام 2010 في تونس لم تكن هناك أي مؤامرة كونية ولا حتى ميكروسكوبية للإطاحة بالنظام الأسدي، والذي كان في أحسن حالاته لم يكن هناك أي تنافر مع إسرائيل أو أمريكا، والتي كان نظام الأسد ينفذ كل ما تريده هذه الأخيرة. كلنا نعلم ذلك ما عدا مفكرين الأشاوز الذين لم يروا في الثورة السورية التي تلت ثورات شعوب المنطقة من تونس ومصر وليبيا واليمن، لا يرون إلا مؤامرات كونية على هذا النظام الممانع الصامد في وجه الأعداء. استمرارا لعمليات الاختطاف والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا، عنوان موقع الموقع بوست: ميليشيات الانقلاب تقتحم منزل أحد المواطنين بمدينة إب. وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اقتحمت منزل المواطن هيثم عميقة الواقع وسط المدينة قرب الأستاد الرياضي الذي تتخذه الميليشيات مقرا لها. ووفق المصدر أو المصادر، تعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها الميليشيات منزل عميقة خلال أقل من شهر، وذلك على خلفية قضايا كيدية وخلافات أسرية. وذكرت المصادر أن الاقتحام كان بصورة همجية، روعت الأطفال والنساء في المنزل والمنازل المجاورة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة كغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية منذ ما يقارب العامين. ومن ذات المحافظة، عنوان موقع المصدر أونلاين: العثور على جثتي مدنيين في إب ووفاة سجين بسبب امتناع الحوثيين عن إسعافه. وقال الموقع إن الأهالي في محافظة إب عثروا على أجزاء من جثة امرأة قرب ملعب الشعب بمديرية الظهر،
وفي حادث آخر عثر على جثة شاب فارق الحياة في المدينة، يعتقد أنه تعرض لحادث مروري، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمديرية المشنة. وفي السياق قال مصدر أمني إن أحد نزلاء السجن المركزي في مدينة إب توفي بسبب تردي حالته الصحية وامتناع إدارة السجن عن إسعافه، والسجين هو علي مهيوب بحسب المصدر الأمني. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. إلى صحيفة العرب الجديد والتي تبدأ باقتباس على لسان الطفل حبيب التهامي والذي قال: لا أذهب إلى المدرسة لأنني أساعد والدي في تنظيف الطرقات، ليختزل بذلك سبب عدم التحاقه بالمدرسة كسواه من الأطفال هو من ذوي البشرة السوداء الذين يعانون نتيجة التمييز الاجتماعي في اليمن، ويطلق عليهم مصطلح المهمشون. وتقول الصحيفة: لا يعرف حبيب شيئا عن المدرسة من الداخل، بل يكتفي بمشاهدة التلاميذ وهم يخرجون منها بينما ينظف هو ما خلفوه وراءهم. وتضيف الصحيفة: في صباح كل يوم يصحو حبيب ليرافق والده إلى مكان عمله في صنعاء، حيث يفرزان العلب البلاستيكية من بين النفايات قبل بيعها. ويقول والد حبيب: لا يتابع أبناؤنا دراستهم لأنهم لا يعاملون كالأطفال الآخرين، كذلك لا أعرف مهمشا أصبح صاحب وظيفة رفيعة أو رفيعة المستوى. ويضيف: أدخلت عددا من أولادي إلى المدرسة في السابق بالقوة، لكنهم تسربوا لأنهم يشعرون بالاختلاف وفضلوا العمل منذ وقت مبكر. وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي قالت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع عدد كبير من الأمور التنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على دخول معظم اللاجئين، ووقف إصدار تأشيرات لمواطني سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا. كما أعلن ترامب التزامه ببدء تنفيذ الجدار الحدودي مع المكسيك، وأكد أنه سيسعى إلى أجزاء تحقيق التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية. وقال المساعدون والخبراء المطلعون أن ترامب يسعى إلى توقيع أمر تنفيذي يحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد، وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري ووقف إصدار تأشيرات لأي مواطن من سوريا أو العراق أو إيران أو ليبيا أو الصومال أو السودان أو اليمن. وبعيدا عن السياسة والحرب، فإن للمخا التي سيطر اسمها على عناوين الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحريرها من انقلابي اليمن حكاية أخرى لا يعلمها إلا قلة من الناس. وكما تقول صحيفة البيان الإماراتية: المخا هو الميناء الذي انطلقت منه أولى عمليات تصدير البن من اليمن وأثيوبيا إلى بقية دول العالم في منتصف القرن 15 الميلادي. وتضيف البيان أن المخا ذات يوم إحدى أهم وأشهر المدن والموانئ اليمنية، ومنها جاءت تسمية موكا كوفي، فاكتسبت المدينة شهرة عالمية. وتتابع الصحيفة: في المخا عقد الهولنديون أغلى الصفقات التجارية للبن اليمني، واستمروا في استيراده إلى مراكزهم التجارية في شمال غربي الهند، ومن ثم إلى هولندا التي بدأت تبيع البن اليمني لأول مرة في عام 1661، وليخوضوا بعدها منافسة شرسة مع الفرنسيين والبريطانيين. وأسفرت عن تلك المنافسة إنشاء معامل هولندية وفرنسية للبن في المخا، ومنها انطلقت شاحنات البن اليمني إلى العالم. رحيل دكتاتور غامبيا وصمود الطغاة العرب، تحت هذا العنوان أتت افتتاحية صحيفة القدس العربي. تقدم قصة الرئيس الغامبي يحيى جامع نموذجا مختلفا عن قصة زعيم ساحل العاج قباقبو عام 2010
الذي أراد التشبث بالسلطة رغم خسارة الانتخابات، ودخلت البلاد ما يشبه حربا أهلية أدت إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، انتهت عام 2011 باعتقاله في مقر إقامته بأبيدجان وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهو الأمر الذي خطر بالتأكيد لجامع، وكان أحد العناصر التي دفعت به نحو الهاوية الوردية لرحيله عن غامبيا. تشير قصة جامع والتعديل الكبير الذي طرأ عليها مقارنة بقصة غباغبو المأساوية إلى نضوج متزايد لدى الدول الأفريقية يسير بها إلى رفض الدكتاتوريات الفاسدة. لكن نهاية جامع من جهة أخرى تجعلنا نتساءل كعرب، إن كان لدينا عطب لا يمكن إصلاحه بحيث نشهد زعماء لا يكتفون بالبقاء في الحكم والتشبث بالسلطة والكرسي، بل يحولون بلادهم إلى مقبرة هائلة ومركز لنزوح البشر هو الأعلى في تاريخ الإنسانية، ثم ينتهي الأمر بما يسمى المجتمع الدولي بالإقرار بأهميتهم في الحفاظ على حدوده وإنقاذهم من الإرهاب، وبدل القبض عليهم وتحويلهم إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يتقاطر النواب والسياسيون والأمنيون الغربيون إلى زيارتهم، ويطلب من الشعوب نسيان مئات الآلاف من قتلاها والملايين من نازحيها، وأن تتفرغ هي مع رؤسائها المظفرين لمحاربة الإرهاب. هل هذا سبب صمود طغاتنا وهروب الآخرين؟ ومن شبكة البي بي سي نقرأ لكم هذا الخبر تحت عنوان متطوعون يحتضنون الرضع في مستشفيات أمريكا. فقالت الشبكة يتطوع أشخاص لتهدئة الأطفال الذين يولدون مدمنين للمسكنات أو الهيروين خلال الأسابيع الأولى من ولادتهم، وتكون مهمتهم الوحيدة هي احتضان هؤلاء الأطفال. وتستقبل المستشفيات ومرافق الرعاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عددا كبيرا من الأشخاص الحريصين على تقديم الراحة الجسدية للأطفال خلال فترة العلاج من الإدمان. وأظهرت العديد من الدراسات فوائد الاتصال الجسدي، كما وجد الطاقم الطبي أن الاستعانة بمتطوعين لاحتضان الأطفال ربما الغناء أيضا لهم أو الحديث إليهم بصوت منخفض له تأثير إيجابي على الأطفال حديثي الولادة. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، التي عنونت العثور على 20 مليون دولار تحت فراش. وقالت الصحيفة عثرت السلطات في إحدى مدن شمال شرق الولايات المتحدة على حوالي 20 مليون دولار تحت فراش أثناء تحقيقها في عملية احتيال واسعة في بداية يناير الحالي. وأعلن المدعي العام العثور على المبلغ في ويستر برو بالقرب من بوستن، وبدأ التحقيق في عملية الاحتيال المدبرة. وكان مدبرو هذه العملية يجنون الأموال من خلال شركة خاصة تم تفكيكها لاحقا، وأوقف أحد مؤسسي الشركة وأقر بذنبه، في حين أن المؤسس الآخر فر من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه في البرازيل. وتتابع الصحيفة وتم العثور على هذه الأموال بفضل تعاون أحد المشتبه بهم في هذه القضية، والذي قام بأخذ السلطات إلى الشقة حيث كان هذا الفراش. سمعنا الكثير عن مدينة بنغازي الليبية إبان ثورة الربيع الليبي، لكن تفاصيلها وتفاصيل الحياة فيها ما تزال غامضة. محمد زينوبة يكتب عنها في مدونة الجزيرة وقال في جزء من مقاله: بنغازي هي مدينة الغريب دون نزاع، حيث تقول الخرافة إن سر المدينة يكمن في قوة الملح الساكنة في أحشائها، ومنها ولد الطعم اللذيذ لأهلها، فالملح يحفظ الطعام. وبنغازي تحفظ العشرة وعلاقة بنغازي مع قاطنيها علاقة العيش والملح. بنغازي لها سر عجيب غريب، فهي وفية وإن اجتاحها الظلم دهرا، مدينة لا تعرف الهدوء أو السكون ولا تركن للدعة، هي في حالة ثوران دائم، إذ لا يمر عقد من الزمن إلا ولها شأن. هل السر في قوة الملح الذي يتفاعل كيميائيا ويثير الاشتعال تحت باطن الأرض ثم يطفو على السطح لتولد أحداث جديدة؟ هل الملح هو من ساهم في ولادة أحداث بنغازي؟ استحال نقاء ملح بنغازي إلى الأحمر، دم مسكوب لا يسر الناظرين، وخبى نورها نتيجة الحرب، وأثيرت في المدينة فتنة عمياء، لكن ضوء المنارة سيظل دائما يشير لنا وللسفن التائهة،
حتى نهتدي بحول الله آمنين إلى بنغازي. لم تكن بنغازي تطيق الانتظار، كانت النبع الذي يغذي كل الأجيال، تغذي الأجيال بكل أريحية وبدون حدود. كانت لا تخشى الخوف، كانت لا تطيق القيود، كأنها كانت تتوقع ما هو آت. عن ذكرى ثورة 25 من يناير، الثورة الشبابية السلمية المصرية ضد نظام مبارك، نشرت صحيفة العرب الجديد مجموعة صور لما حدث في ذلك اليوم قبل 6 سنوات بعنوان صور لم تشاهدوها من قبل. نتابع معكم هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. أما الآن نتابع معكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.